هذه حملة ما غريباش عليه، لأنه هاد الإنسان معروف من زمان أنه مع الرابحة. دابا الاستراتيجية والاتجاه اللي غادي به هو اللي غادي به الجزائر، الحكام ديال الجزائر خصو يمشي تا هو في نفس خارطة الطريق. قالوا لي أنه خصو يدخل أي حاجة يدخلها للمغرب. المشكل اللي وقع مؤخرا ديال الحرائق اللي كانت في الجزائر، كيحاول ما أمكن يربطها بديك المشاكل اللي كاينه ما بين المغرب والجزائر على الحدود. كي تشهير هذه المهمه اللي كيقوم بها دابا وكيقوم بها احسن قيم، ولكن كاين موجات من المغاربه الغيورين على البلاد ديالهم. كاين في مجموعه من المنابر ديال لي ريزو سوسيو بحال تويتر بحال فيسبوك، اللي الهم ديالهم الوحيد وانه يحلوا الجزائريين، كنهضروا على الشعب المواطنين، يحلوا معينهم على الحقيقه ديالهم باش يقلبوا على المشاكل مع المغرب، يقلبوا على الحلول بعدا لبلادهم، لا الدراجي لا الحكام ديالو اللي هما العسكر، يقلبوا على الحلول، يشوفوا شنو المشاكل اللي كاينه. الماء ما كاينش، المواد الاساسيه ما كاينينش، حتى شي حاجه ما كاينه. الحاجه الوحيده اللي كاينه هي الحقد على المغرب في ظل هاد التغيرات اللي كعرفها المغرب وهالتطور من حسن الى احسن. هاد الشيء كيجيب الغيره ديال الحكام العسكر من نيامات الحكام الاولانيين اللي كانوا في حروب مع الحسن الثاني الله يرحمه، ودابا كيشنوا نفس الحروب مع سيدنا الله ينصرو. اللي بين لهم مؤخرا في خطاب ديالو على الكبورية الدار ديال المغرب، مد لهم يد المساعده. دراجي من لي بيلي ديال النظام ديال العسكر، كيحاول ما امكن من جهته هو يبين ويغطي على العيوب ديال الجزائر على حساب المغرب. هذا الشيء اللي نقدر نقول. دابا راه كاينه حمله ضد الدراجي، وربما مذيعين من بين سبورتس راه داروا التدخلات ديالهم وحاولوا يفضحوا السريره ديالو، وهضروا زعما بطريقه منطقيه وطريقه واضحه، وقالوا على انه هذا الشيء هذا اش باغي به، ارضاء العسكر ويجلب العدد كبير من اللي في التعليق اللي شفناه عند داك من طرف داك المذيع الجزائري ديال بي ان سبور الدراجي. هو اول حاجه من الاحسن يبقى في الرياضه، والرياضه ربما كتجي معاه باش يخبش في الملفات السياسيه اللي كتجمع بين المغرب والجزائر. بعد المغرب الخير ديالو سباق دائم في الجزائر، وهذا الشيء هذا حنا كنديروه ماشي على اساس باش الجزائر تشكرنا، كنديروه في وجه الله، حيت الله سبحانه وتعالى والنبي راه وصى على الجوره، فهمتي؟ حنا دائما سباقين في الخير يعني. وبالنسبه للحدود اللي كتجمعنا بيننا وبين المغرب، حنا دائما باب مفتوح، الجزائريين كنستقبلوهم ليلا ونهارا، والدليل على ذلك هما كيتبعوا شي فرقه الكره وما كنخليهمش يشدوا الفنادق، كنريزيرفو لهم البيوت ديالنا، حيت الجزائر في الدم يعني. والحدود يعني راه داكشي جاي من طرف الجيش العسكري ديالهم، هما اللي كيرفضوا يعني. شوف عندهم شي مصلحه هما احسن من المصلحه ديال المواطن ديالهم. كاين شي فرق ما بين مواطن مغربي وجزائري، حنا شعارنا دائما خاوه خاوه، فهمتي؟ وانا ملي كندخل لذاك العالم ديال الفيسبوك، مره ملي كنشوف شي غير شي متطفل كيهضر على الجزائر ولو يكون مغربي، فهمتي؟ بشي حاجه تسوء كنصلح له الخطا ديالو، كنقول له لا بالعكس، خصك دائما ترفع بالمعنويات ديال الجزائر، فهمتي؟ حنا خاوه خاوه، اللي بغى بغى واللي كره كره. لا هذا مسي حفيظ ولا اخر، اولا بغى نقول لكم واحد الكلمه بان الاعلام كما كيقولوا الناس، لو ان كل كلب عوى القمته حجرا لصار الصخر مشغالا بدينار. والمغرب نايض عليه الشحط بزاف لهنا لا في اوروبا في شي بلايص اخرى، وكيقول لك اذا لم تجد من يحسدك ومن يبغضك فانت فاشل. إذا كان هذا المسيو هذا اللي كيسباري فينا حنايا، بغى يجي اجي الطاوله ونهضروا معاك ونعطيو لي دوني ديالو ونجيو. اما تضرب من الخفا دي غير فوال اون اكسبت با.